السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مجددا. اليوم فيديو جديد، فيديو من افتتاح سوبر مارشي اتاكاداو بمدينه القنيطره. المهم ان شاء الله نشارك معكم لوكاليزاسيون اكزاكت فين جا، نشارك معكم اهم الاشياء. ممكن كتشوفوا معايا هنا في الخرجه ديال القنيطره بحال غادي للعصام، كندوزو هاد الفيتنس ديال السبور. غير كتفوتوا شويه كاين نيسان، مهم في التجزئه هادي كاين نيسان، غير حدا نيسان تقريبا كاين هاد السوبر مارشي. مهم ندخلو نشوفو نشارك معكم ان شاء الله اي حاجه كاينه فيه بالنسبه لهكا لي برومو اللي كاينين ولا العروض اللي كاينين. المهم خليكم معايا حتى الاخر. المهم على بركة الله نشارك معكم هكا العروض اللي دايرين ولا اهم تخفيضات. المهم اشياء كثيره ان شاء الله نشاركها معكم، سواء في التغذيه الاشياء اللي كتحتاجوا التغذيه هكا، بالنسبه لمواد التجميل ان شاء الله كلشي نشارك معكم. واحد الفيديو هكا قصير نحاول نشارك معكم لو ماكسيموم. بحال هذا الدقيق هذا كاين ب 92 درهم 25 كيلو، مي الا خديتي جوج كتاخذ ب 90 درهم، هذا الثمن ديال الجمله. المهم هذا السوبر مارشي اون جينيرال معروف خاص بالناس ديال الجمله اكثريه، كتاخذ كيكون ثمن محدد، وبالنسبه للناس اللي غياخذوا غير بياسه وحده، وبالنسبه اللي غياخذ كونتيتي كبيره راه كيكونوا كاتبين الثمن ديال الناس ديال الجمله. المهم نبدا معكم على هاد هكا شطيطبات، وهذه بحال هذه دايره ب 45 درهم، الاخرى الاولى اللي شفتو معايا ب 79 درهم، كاينين هاد الفوطات دايرين ب 32 درهم كيف كتشوفوا معايا، الفوطات الكبار 32 درهم فاصلة 90 تقريبا 33 درهم. المهم هادو كاليتي ديالهم زوينه، مي الناس اللي غياخذوا كونتيتي كبيره راه كيكون ناقص تقريبا واحد 5 دراهم على حساب. المهم كل حاجه غتكون بشحال، هذه ب 15 درهم الصغيره. بالنسبه للقهوه كيف كتشوفوا معايا، المهم غنشارك معكم غير كنصور وميمطون غنشارك معكم كل حاجه باش تشوفوها هكا غير تاخذوا معلومات. هاد القهوه هادي الحبوب ب 42 درهم، لا خديتي وحده مي لا خديتي ثلاثه كتاخذها ب 41.60 كتجيب 124 درهم فاصله 80. هذه بالنسبه للناس اللي كيتقضاو كيف قلت لكم كونتيتي كبيره ولا هكا بالجمله. كاينه هاد القهوه استاتونيك ب 14 درهم فاصله 90، لا خديتي 12 وحده كتاخذها ب 12 درهم فاصله 79. بالنسبه للناس ديال هكا البيع او الشرايه ولا هكا الناس كياخذوا كونتيتي كبيره، باكيه كتاخذها ب 12 درهم فاصله 79 الوحده. هنا مهم بزاف ديال الحوايج، سواء في المناضه سواء في هذا بحال هذا ديال العصير ديال الوليدات الصغار ابطال ولا داك مفيد. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هذا السيد هذا واخد بالجمله بزاف ديال هكا الكرتونات، هذه 1.70 درهم فاصله 70، ملي خديتي 27 وحده كتاخذها ب 37 درهم فاصله 80، لا خديتي باكيه كامله فيها 27 كتاخذها ب 37. ممكن يكون فرق ما بين تاخذ اونيتي ولا تاخذ واحد الكونتيتي كبيره. كاين كذلك هاد هكا معينات جميلات بحال هادي دايره ب 199 درهم، كاينه هادي ب 85 درهم. واحد السوبر مارشي صراحه متنوع كبير، فيه عالم عالم ديال التسوق. كاين هادو ب 29 درهم فاصله 90، لا خديتي اونيتي وحده مي لا خديتي بزاف كتاخذهم ب 24 درهم فاصله 90. الناس هكا اللي كياخذوا كونتيتي كبيره. كاين هكا هاد طحانه كهربائيه ب 79 درهم فاصله 90، كتلقاو بعض البرومو بحال هاد الخلاط هذا داير له ب 79 درهم، كان داير شي 159 داير له دابا السولد هاد في يوم الافتتاح. خلاط كهربائي كيف كتشوفوا معايا كان 159 هكا، وكاينين المعينات هكا هادو ديال لي فور 69 درهم، هادي فيها جوج. كاينين كيسان حتى هما 99 درهم، هادو داير ليهم 99 درهم فاصله 90. كاينين ديال القهوه ب 17 درهم فاصله 90 حتى هو.
كاين هاد ستة الكؤوس ديال الماء ب28 درهم، كانوا دايرين شي 32. المهم بعد التخفيضات شويه دايرين هكا في الصون. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتغداو كيف قلت لكم بزاف ديال الحوايج كتجي هاد الميكات هادو داير ليهم 21 درهم، هادو زوينين كيديروا تقريبا شي 30 درهم. وهنا كاين مستلزمات ديال الاطفال حتى هي موجوده، اي حاجه كتخص الاطفال سواء بومادات ولا بحال هكا هذيك لا غام ديال جونسون كامله، اي غام لي فازنين دوف، المهم بزاف ديال الحويجات هكا موجودين. بحال هذه ب6.50 درهم، الا خديتي واحد الكونتيتي كبيره كتبقى ب4.50 درهم الوحده. المهم كيفشتو معايا محل متنوع ولا هكا سوبر مارشي متنوع. كاين هاد دوف هادي كدير ب16 درهم، الا خديتي 120 حبة كتاخد 11.50 درهم باش كتاخدها، مي خصك تاخد 120 حبة. هادشي اللي قلت لكم بالنسبة للناس اللي كيبيعو يشريو، راه كياخدو كونتيتي كبيرة وكياخدو بثمن ناقص. هذا هو الثمن ديال الجملة. كاين الموارد، كاين الشامبو حتى هو نشارك معكم، كاين لي ديودورون روايح سواء بالنسبه للنساء ولا الرجال حتى هما كاينين، دايرين فيهم حتى هما بعض البرومو. بحال هادي ديال الرجال 25 درهم، الا خديتي 6 كتاخذهم 23 درهم الوحده. هنا هادو ديال الرجال حتى هما 19 درهم، الا خديتي 12 يونيتي كتاخدها ب12.50 درهم. هادشي اللي قلت لكم الفرق اللي كيكون. المهم اغلبيه الناس اللي كيتقداو اغلبيه ديال الجمله، ولكن كاين الناس هكا كيتقداو بثمن كيكون شويه ناقص، بعض الاشياء اللي فيها ناقص بعض الاشياء اللي ثمن صراحه عادي. هنا شريت 12 وحدات مزيل العرق 200 ملم ويعطيوك وحده، مي خصك تشري 12. هنا المعقم حتى هما كاينين للانواع الكبار والصغار، هما الاثمنه ديالهم 8 دراهم، بحال هاد الصغير 8 دراهم، الا خديتي 24 وحده كتاخذ ب7.88 درهم، ما كاينش فرق بزاف. هادو ديال اليدين حتى هما طاووس ولا المهم بزاف ديال الانواع 5 دراهم، الا خديتي كونتيتي كبيره كتاخذ 3 دراهم. المهم قلت ضروري نشارك مع المتتبعين ديالي، كيف عودتكم دائما كنشارك معكم هكا اهم المحلات التجاريه الكبرى. واليوم مني جا هذا الافتتاح هذا قلت ضروري نشارك معكم. هنا لي شامبو حتى هما كاينين، والجيل دوش حتى هما زوينين، هنا بان ليا ثمن زوين فهاد لي جيل دوش ولا الشامبو. بحال هذا ب29.50 درهم، هذا الثمن ديالو، الا خديتيه بالجمله ب18 درهم. هذه 8 دراهم، هذا فيه هذا الصغير، ولا خديتيه بثمن جمله كتاخذ 5.51 درهم، مي كيخصك تاخذ على الاقل كنظن 12. هذا ب5 دراهم، 5 دراهم وكتاخذ 14 كتخليه لك ب3.70 درهم، التوتال كيجي 51 درهم من 14 من هذا. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا في الحاجه للبيع راه اكيد كياخذوا كونتيتي كبيره. هادو لي جيل دوش، وكاينين حتى الشامبو بزاف ديال الانواع. كاين هذا ديال الكيراتين بالنسبه للناس اللي دايرين الكيراتين، ثمن بان ليا مناسب 17.50 درهم. هذا صوص صوي كيراتين شامبو 17.50 درهم، الا خديتي ديتاي وحده، مي الا خديتي 9 كتاخذ ب14.40 درهم، الا خديتي 9 كتاخذهم ب14.40 درهم. هذا ديال الكيراتين، وكيف كتشوفوا معايا كاين بزاف ديال الانواع فيهم. بحال هذا 14 درهم كتاخذ ب10.90 درهم، الا خديتي 6 شامبو. بزاف ديال الانواع ديال الشامبان، هذا هيربال ارغان ب30 درهم، الا خديتي 6 كتاخذو ب27. المهم اشياء كثيره صراحه متنوعه، اي حاجه كتخص في التقضيه في الدار هذا موجوده في هذا الماء. بحال هاد الصباغه حتى هي 45 درهم، الا خديتي 12 كتاخذهم ب38 درهم، الا كنتي تاخذ 12 كتاخذهم ب38 درهم، وهي دايره 45 درهم الوحده. الناس اللي غيبغي تقدا عي وحده، هنا كاين مستلزمات ديال التنظيف حتى هما موجودين، سواء من التيت جافيل، هادو ديال كلشي كاين. بحال هنا ابتداء من 6 وحدات تستفيدوا من ثمن الجمله اللي هي 16.90 درهم، هو الا خديتي غير واحد كتاخذو ب18.90 درهم.
هذا هو الفرق ديال الثمن. كيف كتشوفوا معايا اي حاجه كتخص مستلزمات التنظيف، هذا ديال الدجاج 13.95، لخديتي عاوتاني اونيتي ما كاينش الفرق بزاف، هادو لخديتي 3 كتاخذهم ب 16 درهم بالوحده، 16 درهم الوحده، ملي خديتي غير وحده كتاخذها ب 17 درهم، ما كاينش فرق كبير. كاينين هكا المعان هادو حتى هما كاينين، ما دايرينش فيهم لي بري، هكا الماس هادو المقالي، المهم اي حاجه سميتو. كاينين هادو ديال الكرادات، هادي ب 51 درهم، هادي ب 59 درهم، هاد الاورانج كبيره عليها شويه، هادي الصغيره ب 35 درهم، موين 0.90 35، الا خديتي الكونتيتي كتاخذها ناقص بشي 29. كاينين هادو الصغار الدايرين، المهم حاولت نشارك معكم لو ماكسيموم، هو راه سوبر مارشي كبير، وحاولت نشارك معكم هكا لو ماكسيموم باش تاخذوا فكره. هكا المعان ديال الدجاج حتى هما موجودين، طبيصلات هكا، هاد سميتو الكيسان، المهم اي حاجه اي حاجه، لي بواط حتى هما موجودين. كاين هاد البابي الومنيوم ابتداء من 6 الوحدات، تستفيدوا من ثمن الجمله اللي هي 14 درهم فاصله 38 الوحده، سينو راه كتاخذوه بثمن اكثر. هادو 32 الكبارين، هادو السلوفان، مهم بزاف ديال الاشياء متواجده هنا. هنا كاين هاد الكويت حتى هما بانوا ليا دايرين فيهم شويه الصول، هادو 99 درهم، فيهم لوينات، كاين هذا، كاين هاد البلو، كاين الغوش، كاين الكري، هادو 98.90، هي ديك 99 كانوا دايرين 159 درهم، ويرين دابا 99 درهم. المهم حاولت نشارك معكم اهم الاشياء اللي متواجده في هذا السوبر مارشي، وسرتو مع الافتتاح ديالو تاخذوا فكره. كيف عودتكم دائما كنحاول نشارك معكم جديد لي برومو، اي حاجه هكا كتخص مجال ديال التسوق كنحاول نشاركها معكم. كنقول لكم في الاخير شكرا للمشاهده، ما تبخلوش عليا بلي لايك وبكومونتير تشجيع عليا والقناه. كنقول الناس جداد مرحبا بكم معايا في القناه، حتى نتوما ما تبخلوش علينا بواحد لايك واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، والى الفيديو المقبل ان شاء الله، وشكرا.